السلام عليكم، اليوم جيتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم ماب مع ريان او اوسم. الماب عبارة عن سكيت بورد وتخلص زي الباركور او اشياء زي كذا بسكيت بورد. فالماب ممتع ممتع ممتع. لا ما تنسون زر اللايك، وشكرا لكم لانكم طلعت المقطع الاخير ترند لاول مرة ادخل ترند، فشكرا لكم. وباذن الله هذا المقطع يطلع ترند وكوت شوب طالع قدامكم على الشاشة. لا تنسون تحطونه لان في ناس انشال من عندهم كل 14 ريال انشال. طولت عليكم اعتذر، خليكم على المقطع. السلام عليكم، اليوم جيتكم مقطع جديد. اليوم راح نلعب ماب، اول مرة العب نوعية هذا المابات. الماب يخص سكوتر، واليوم معي ريان اوسمز مارشميلو تايم. هلا والله، لا تضرب بتموت. بعدين وش اللي سكوتر هذا؟ مو باسم سكوتر، هذا زلاجه. طيب سكوت ها سكوتر اللي معاه كاميرات. اوكي جاتشي جاتشي. طيب وش وضع الماب؟ ثواني، شو وضع الماب؟ اصبر، الماب عباره عن مراحل زي كذا، وفي مراحل اصعب من هذه. في مراحل لازم ترقى وتنط وما ادري ايش وتخش جوا افخاخ. فشفت تعريف عن الماب او شفت مقطع كذا تعريفي. ماب ممتع ممتع، بس انه كذا يقهرك شوي. بسم يعني الله، زي باركور تقريبا بالزلاجات. ها ياب ياب، لا تستعجل. اصبر حبه حبه. اصبر اخر اطريق. بيب بيب، اصبر ما في بيب بيب. اصبر طيب، اصبر يا طيب، حكت فيني. وين نجم؟ اوكي كذا. اصبر والله صحيح، والله يبيك تنت تهدي شوي. هذا لا تستعجل فيها، هذا لازم هذا تكسر فيها الحين كذا. اكسر ام متحمس. اكسر ام الدركسون على قرات. اوكي لا لا، مرشملو اذا دنق اعرف انه بيقرص. اوكي جبتها. اوكي يا طيب، شلون ندخل؟ طيب ها هذه شلون؟ اي باب طيب؟ ما ادري ما ادري والله. ها هذه يبيلها نقزه الظاهر. سلوم اصبر، اوزنها كذا نقزه بعدين بتزبط معنا. والله صعب، شلون ما يمدي؟ لا لا لازم زلاجة تلوم في دعوة. لا 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 مش هي امزح امزح. هاي ما بجيك مايت ليه؟ غليش يا غليش. هذه اذا المشي تقهر، لازم تهدي مرة. هي فيها نطة بس ما ادري شلون. انا ما ادري ايش جيت عندك. اصبر جدار، ابلحم بجدار بعدين انط. والله صعب والله. ليه رجعني؟ ليه رجعني على الجدار؟ انت بنت بلا تطيح بس في الخوخ، ترى ما في تكون. اي هذه انا. ايوه دخلت ريان. زلاجتي زلاجتي ورا. طيب ايه همشيت تك بوينت. في 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 زلاجات، في زلاجات، في زلاجات. اوكي اوكي يلا انا انتظرك. ها شوف شوف شوف، انا ما نطيت نطه كامله، فهمت؟ نطيت على خفيف وضغطت شفت عشان اسرع ورق. رق هذا، ابغى تقعد الدباب. المشكله ستيج ورا، خايف انه يطيح بالغلط. ايوه ايوه روح. والله يبغى تصدمني. طيب اقولك ايش، خشيت كذا خش غصب. والله بخش. اشوف هذا وش هذه بعد؟ يبغى نقزه ولا بدون نقزه؟ نقزه. الو الو وش هذا؟ الزبده شباب، امطرت عندي فاذا تسمعون صوت اعذروني، يعني مو بيدي يعني. لا عز الله سوينا هذه. سلو ايوه في باونسرز، ما انتبهنا. سلوم باونسرز فيه نزله تحت التشيك بوينت تحت. والله دقيقه في باونسر. سلم شاشه اول ما تنزل، لا يعني انزل كذا نزله عاديه. في باونسر ترى، في باونسر تهدي. شفت؟ اوه اوكي اوكي. ايه ليش معي؟ اتوقع انها تساعد، اتوقع انها تساعد. ما احسب لي هذا، ما طقها باونسر. اي ياب ياب ياب. اوه سويتها. اوه وات، يقطع ام الصدف. سلم وصلت. وش لا تسوي لا سبيس ولا جمب ولا بس نط كذا، بس استخدم الباونسرز بس. كرشك ما ادري، ما طلعك، ما طلعني قصدي. لا وهنا للاسف طفت اللعبه على ريان، فاضطرينا نعيد الماب من جديد يعني اربع مرات. طبعا الباونسر ذي ها وصلت. الباونسر هذه اول مره ضبطت معي، الحين لا بيستقعد. شلون في نص الخوخ انا وصلت؟ تكفل يا قلب، تكفل. الله اكبر. تدري ما استخدمت بونسر؟ اهم شيء انك صرت. والله ما استخدمت ولا بونسر. ليتس جو. يلا. ليتس جو. ايش فيني متعطش كذا؟ احا. عطش لي. وات؟ ايش سالفه؟ ها؟ الو؟ وش ذا؟ احا ايش سالفه؟ نعبي نعبي حقه. وين؟ وين رحت انت؟ مين؟ تحت تحت. لازم انزل؟ تحت تحت. ايه انزل مع بين الكهارب. كهارب كهرباء كهرب ربوات كهربات. ايش جمع الكهرباء؟ كهرباء 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 كثيرة. غصب كيف بالله. ما يدري حد يجينا. وات عندي عندي. ايوه بس حسبت الفخوخ اللي تحت.
لا لا مو الفخفخينة بس هنا ما ادري بالزلاج ولا بدون ظهر بدون تعال اوكي او في مين وفي صار دقيقه انا قاعد ازعل وش متاهه متاهه ايه متاهه هنا في شيء وش اخي فخ ما انتبهت ما دريت عرفت اللي ما ادري او لا اشوف شو في تشيك بوينت كويس وين فخ ما ادري سلوم والله ما ادري في واحده منهم فيها فخ انا رحت يمين ايوه هذا هو يسار شو هذا ظهر كان فاضي شكرا تهويش حبيبي والله طيب وين اروح ما في شيء دور دور ده يسار ما في شيء في طريق هنا عندي تعال يسار ما في شيء جاي في فخ وات بس كذا صار ايزي هذا عندك تمشي بعلى اليمين اصلا بس كذا انا محترف يعني تعرف ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك يا اخي انت صر خوي اخر شيء قد السنه في المال هلا والله وات هلا والله عكسني انا وش سالفه ما ادري اي اوكي روح روح في هنا هوفر بورد ما ترضى الطريق اوكي روح ولا هوبا اوكي علقنا في بعض يا طيب يا طيب خليني اتنفس يا طيب شفت شنقلت والله والله غبي هاي تركني صار دعني هاي سكيت حقتي مت سكيت نزلي من عندها اما اقسم بالله انت اوكي بعدين ضرب دز ولا بليون بس والله نزلني من عندها من كثر تصقيل اللي سويته لا دروبر اما سلم دروبر والله بس ايش بالهفر بورد طيب وين وين هذا بوينت الحين خلينا هنا هنا لا لا اكيد اكيد يا عمي دفدف ذا لا تدف يا اخوي ايوه سلم ترى ينفع جلتش ينفع جلتش ترى بس اقول يعني اتوقع انه بس كيف بورد لازم اتوقع وصلت بس ما ادري وين اروح الحين ما في شيء تحت اجي وش الحل هذه طب انا جايك بسكيت بورد طيب اوكي لا هذا لو خلاني انزل ما انت يوم نزلت تحت ما حصلت شيء انك تنزل معاه ما في شيء ما في شيء والله اجواني ابغى اروح يمكن في اسمع اسمع يمكن في منطقه كذا نخش معاها فهمت قصدي يعني طيب بس ما في ما في منطقه نخش معاها اصلا حاولت في ثنتين جنب بعض ما ضبطت طيب حاولت في هذه ما قدرت طب وش يا اخي سكيت بورد بالقوه الواحد تحرك وتحكم فيها كيف والله ما لمست شيء رايح كل مكان انا يبغالنا ننزل تحت ونجرب الفخوخ هذا افضل حل والله هذا اللي قاعد تسويه انزل على الانبوب ذا اجرب واحد واحد مربع مربع الحين تحت مره بس وين اروح ما ادري اي جبتها جبتها هنا 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 بالضبط هنا بالضبط في ثنتين ريال اربع في اكثر بس ما ادري كيف تخشها ها هذه هذه هدت عليها بالضبط هد مره ثانيه ها شوف الحين طيب ايوه بس الزاويه مو تحت بالضبط لا الزاويه الثانيه لانه في في كفرات مشكله ماني انت فتيني ولا عندي انا اشوف اخيرا استغفر الله خذ خذ السيد يلا يعني مره طويل شو اسمه الطريق حق الزلج لا عم الحاله لازم تنط فيها دي وصلت 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 اما والله نط وعطها سبيس يا عمي لا تروح لمن الثاني قول نط صح اذا وصلت اذا اذا اول ما تخلص الاولى لا تنزل على الثانيه انا نط وسو شفت تو سويتها بس ما ايزي ايزي يا عزيزي سويتها ايه سويتها صح إيه من اول شيء على طول يلا تعال هنا لا لا تاخذ هذا ولا ما اخذ طب ليه واحد بس طيب تعال سوي بدون هنا في فخ انت فوقك في فخ ورا بعدين او لا 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 اتوقع انه لازم بهذا اتوقع قلت انه غسل هوش هذا هوش هوش واضح انك تبغاني اموت صح؟ لا لا تبلكني طيب وخر عني لا ترى قاعد ينغش ما ت... ايه ها يعني يعني راني ما قاعد ينظمه كذا يقول شوف وضعهم ذولي ليش غشون؟ والله شوف قل له هذا شيء اعطيه ذي الرقصه شكرا كيفني معك شلون؟ دي الخضر وش دي؟ وات؟ اما كذا بس والله انه غشينا في اخر مرة والله غشينا ترى المفروض ما تخمن ايه اوكي طيب يمديك تجيب لي ذي؟
اي بجيب لك هديه. طيح هاي انزلي انزلي طيح هاي طيح هاي اكيد اكيد ادب اكيد لا غلط غلط سلم سلم يا اهبل يا اهبل اوكي وصل هبالته وصلت والله اوكي طيب بعدين شكرا بعدين افتح لك الطريق سلم اي اكيد جايك جايك بسم الله الو والله سقف ايوه هديت اه تكفى الغيره اوه تعب نهي جبناه بجهدنا اصبر خلصت خلصت جبته بجهدي كفو كفو هلا باقي انا بجهدي بس هلا روح عقب جهدي سلوم يلا جهدي كيس اي جهدي كيس اي اوكي يا رب ما تخلصها والله دام جهدك تكفى لا لا صدف الحمير عجا يز عجايب عجايز اصبر والله ادخل مع الباب والله دي اصبر الله الله مرة بالله الحين انت فايت 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 لا امزح دريت بك امزح ايزي يلا ابدا جديد عموما بس هذا كان مقطع اليوم تبون تكسس كثير لان صورنا بثلاث اجزاء صورنا وفصل فصلت اللعبه على ريان بعدين صورنا مره ثانيه جاءت وقت الصلاه ثم صورنا الحين مره ثالثه خلصنا عموما بس هذا كان مقطع اليوم ان شاء الله مقطع عجبكم يا ليت يا ليت نشوف دعم مثل ما شفنا على المقطع اللي راح المقطع اللي راح دخل ترند يا عيال كود شوب اذا ودكم يعني تدعموني زياده بي اس ال بس اشوفكم على خير